طيب سؤال بس آخر. اتفضل. قراءة القرآن هل حقيقي من يعني عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي إن هم قالوا إنهم من السنن الحسنة؟ انهم ايه؟ من السنن الحسنة قراءة القرآن عند القبر؟ لا انا ما اعرفش، لا اعلم ان الامام الشافعي قال يعني كنت أنا كنت قرأت، فأنا يعني لا مش انا عارف المعلومة، عايز أتأكد منها. لا والله ما اعلم، ايضا ما اعلم ذلك بسند ثابت، لان نقولات المتاخرين عن الائمه كثيرا ما لا يكون لها سند. فنحن الان ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يعني هل يجوز قراءة القرآن عند القبر ولا ليس له أساس؟ نعم قراءة القرآن للميت عند القبر هل يجوز والله ولا ما ليس؟ علمنا أن الرسول قرأ القرآن على ميت أبدا أو لميت، وإن علمت أفيدني حتى لا أفعل مثلك. لا أنا قرأت، فأنا كنت بتأكد لا معلومة قرأت، مصر ولكن القراءة كثير، قراءات كثيرة، الدنيا مليانة كتب، لكن هل صح السند إلى رسول الله بذلك أم لا؟ لا أعلم شيئا ثابتا. هو الأكثر. طبعا طبعا الله 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 يسلمك خير. وإياك.